والسلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باب كندا، قناة تعنى بمشاكل المهاجرين والمهاجرين الجدد اللي عندهم نية يستقروا بيجيوا لكندا. مرحبا بكم. هذه الحلقة غادي نتكلم لكم على بعض الإيجابيات ديال العيش في كندا. هذه الإيجابيات أشنا ما سيبوزون، فرضا أنك جيت لكندا، أش ممكن تلقى في هذه البلد الآمنة، هذه البلاد الآمنة أشنو فيها الإيجابيات ديالها؟ أولا سيبوزون جيتي وما اشتغلتيش، كيف كتشوفوا هذا غوفرنمون سيت موقع ديال الحكومة كيباك، غادخل كيباك عندك أول حاجة لي زالوكاسيون، يعني فلوس كيعاونوك على الدراري، على الأطفال، على الأولاد، كتلقى واحد المبلغ شهريا، وكلون كل على حسب الوضعية المادية ديالو. كيف كتشوفوا هنا لو مونطون الوكاسيون كالكيلي فاري دون فامي ا لوتر، لي كالكيلي شاك اني اون فونكسيون عدد الأطفال، شحال منهم يكون عندهم 18 عام وما أقل، واش عندك شي طفل يعني في عاهة لا قدر الله، واش كتعيش بوحدك، لا سياسيون كونجيكال. وهذه هي المهمة عندي، الغوفني فاميليال، هذه هي المهمة، لأن الناس سيبوزون جاو ما خدموش، كيتوصلوا في العام الأول على كل طفل، على كل طفل 1500 دولار، يعني عندك جوج الأولاد 5000 دولار زائد 882 زائد 1000 دولار زائد 1000 دولار، باش ما ندخلش معاكم في هادشي كله، كتوصل 11940 دولار للطفل، يعني بالأورو 10000 أورو، 10000 أورو مغربية، يعني 11 مليون تقريبا للطفل، ولا 10.5 مليون تقريبا لكل طفل في السنة. هذا بالنسبة للناس اللي ما عندهم الشغل، يعني الراجل ما خدامش عاطي العمل، والمرأة الزوجة عاطي العمل، كياخدوا هاد على كل طفل، يعني اللي كان عندهم جوج أطفال عندهم 22000 دولار، يعني عندهم 19 مليون مغربية، 19000 أورو بالنسبة للدول المغرب العربي والدول الأخرى كيسمعوني، ولا في فرنسا ولا في أي بلد، 19000 أورو على جوج أطفال. هذه زائد أن هما كيساعدوهم على الدخول المدرسي، كاين واحد الدخول المدرسي ديال كيساعدوهم عليهم، وكيعطوهم حتى في المدارس، كيعطوهم الناس اللي عندهم يعني فقراء كيتسموا تحت عتبة الفقر، ولا فقراء، كيعطوا الأولاد ديالهم حتى الملابس، وكيعطوهم حتى الماكلة، يعني في المطاعم ديال تما كيعطوهم يعني الأكل مجانا، وكيعطيهم مساعدات كثيرة بلا ما ندخل فيها. بالنسبة للناس اللي كيشدوا عاوتاني كيكون خدام، كيف قلت في فيديو سابقين، عنده 35000 دولار في السنة راه فقير، يعني كتشتغل سائق تاكسي، تحية دائما سيفور التاكسي سائقين، هذا عام مثال، كتخدم في ريستورون، تخدم بائع في شي محل، كتشد 35000 دولار وتحت، يعني راك عتبة الفقر، انك يشدو هادو كيتعتبروا ماشي يعني فقراء بهذا المعنى، هما اللي كيتوصلوا بهذا المبلغ هادي. كيف كتشوفوا الفيرسمون غوفني فاميليال انويال اي دي بلو دو 35000 دولار. هذا بالنسبه للاطفال، يعني ومن هنا كيطيحوا مشاكل ديال المغرب العربي والعرب، انه كيطلقوا بزاف على قبل الاولاد، لان القضيه كتولي فيها 20 مليون 19 مليون في السنه. نجي الصحه باش ما نطولش عليكم، كندا السيستم ديال البرنامج الصحه ديالها مجاني، ما كاينش حاجه بالمقابل بالفلوس، كل شيء مجاني، اي عمليه جراحيه، اي حاجه ممكن تعملها مجانيه في اي مستشفى في كندا، هي الصحه مجانيه لاي واحد. هذه بالنسبه للصحه ومعروفه كنظن كندا، هذا راه السيت ديال غوفرنمون كندا، سيستيم دو سوين او سونتي دو سونتي دو كندا، ما نبقاش فيه بزاف. غادي نمشيو حاجه اخرى، هاد الناس اللي ما كيشتغلوش، ما عندهمش عمل، ونا بجوجهم عندهم الدخل الفردي ديالهم، الدخل العائلي 35000 دولار وما تحت، هادو من حقهم، شوفوا هنا معايا مزيان، اوفيس مونسيبال دابيتاسيون، من حقهم كيمشي يديروا طلب باش يحصلوا على منزل، على شقه ولا منزل مجانا، ماشي ملك ولكن كياخذوه كالكراء مجانا. كيف قلت خصك تكون سيتوين كندي ولا ريزيدون بيرمانون، هادو هما الناس اللي خصو اللي كيقدروا يستافدوا من هاد البرامج اللي كنقول. كياخذوا هما
ولو كانوا بجوج هما يربحوا 50,000 دولار وما تحت راه هما في عتبة الفقر، لأنه كيتسموا هما جوج الأطفال راه 50,000 دولار هي كتقولوا 35 مليون مغربية في السنة بالنسبة للمغرب، ولا دولة أخرى 35,000 أورو في دولة أخرى راك فقير هنا. بهذا المعنى في كندا ما كتسوى شي حاجة، يعني إلا كت عندك الدخل السنوي ديالك أنت والزوجة ديالك وعندك 50,000 دولار 35,000 أورو راك فقير، كتقدر دير هنا دوموند باش يعطوك اشولام اللي كنهضر عليها وهضرت عليها في فيديوهات وجاوني شي دي كومونتير بحال ما صدقوني شي ناس، ولكن الناس اللي عايشين في كندا راه عارفين هادشي. اشولام ابيتاسيون لوجمون ديميني ولا سوسيو كوم سا، يعني الناس فقراء كيعطوهم هادو في الاحياء الشعبيه كيعطوهم هاد الديور، هما كيخلصوا واحد 15 ولا 10%، والدوله كتخلص 80% ولا 90% اظن. فرضا المنزل ب 1000 دولار في الشهر هما كيخلصوا 150 دولار ولا 200 دولار اظن، و 800 دولار كتخلصها كتاديها الحكومه لافيل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش دخل. هذا هو السكن ديال السكن لوجمون سوسيال يعني اجتماعي للناس الفقراء. نمشي حاجه اخرى، انسان ملي كيكبر يعني تقاعد هي بونسيون، هادشي كلهم وراه مواقع حكوميه غوفرنمون دو كندا ريجيم دو بونسيون. لو ريجيم دو بونسيون دو كندا هو ريفيزيون دو ريتريت. اي انسان كيوصل 60 عام 65 عام من حقه ياخذ تقاعد. كيف كنتي خدام ما كنتيش خدام، ملي ما كانش خدام ها هو بونسيون على 60. هادو الناس ما عمرو خدموا، يعني كنتي عاطل على العمل كياخذ 1175 دولار تقريبا في الشهر زائد 710. هذه راه عمرك ما اشتغلتي، لان بالنسبه للناس اللي هذه اي مواطن كندي كياخذها بهذا المعنى، اي مواطن كندي كياخذ في هذا الشهر 1175.83 في الشهر. هنا كنرجعوا الناس اللي كانوا كيشتغلوا، اللي كانوا كيشتغلوا كياخذوا هذا المبلغ زائد داك لو فوند بونسيون اللي كنتكلموا عليها. اي انك تخدم في الحكومه كتخدم في شركات كبار دائما كتشوف شنو المميزات والايجابيات ديال داك العمل. اول حاجه كنشوفوا هو واش عندك فوند بونسيون. فوند بونسيون التقاعد ديال المشغل ديالك، كتعطي فيه واحد 30% ولا 40% من السالير ديالك من الشهر ديالك. انت كتشد 8000 دولار كيديو لك واحد 1000 دولار 1500، كتبقى ديما كتجمع تجمع تجمع عليك لك كتشتغل شغل يعني في الحكومه ولا في شي عمل مهم يعني مناسب. كتاخذ هذاك المبلغ ديالك، يعني كتولي تاخذ هذا على باز حق اي مواطن زائد داك الفون بونسيون ديالك واحد 2000 دولار ولا 3000، يعني كتولي شد 4000 دولار في الشهر بالنسبه للانسان اللي كان كيشتغل عامل طول حياته. اما بالنسبه للناس اللي ما عمرهم اشتغل كياخذ هذا المبلغ هو مبلغ فقط. يعني هنا غادي نشوفوا على 65 عام كنظن هذا المبلغ راه ما يكفيكش، لان خاصك تخلص بزاف الامور بلا ما ندخل ليها في مواضيع صعبه مواضيع الاسيخ نهضر في ذاك الموضوع ديال التقاعد. باش نقول لكم ان راه كاين تقاعد هنا لاي مواطن كندي. كنمشي بالنسبه للاطفال هاهم، كنمشي السيستم كاين هنا نتكلم لكم على هذه ديال نتكلم لكم على الصحة والتقاعد وفلوس أطفال والسكن الاجتماعي. هادو من مميزات وإيجابيات بالناس اللي غيعيشوا في كندا، ولكن دائما كنصح أي مقيم لجأ ما يحاول يشتغل، لأن إلا مشيتي تدخلتي لهاد كيفاش نقولوا ليت سوسيال، دخلتي لهذا الموقع هذا باش زعما كي تحاول غادي نكبرها باش تشوفوا معايا مزيان. هذه ما كنصحكمش بها، لان هذه كتعيش عيشه يعني تحت عتبه الفقر. لا اشتغلتي احسن لك. علاش كننصح الناس باش يديروا دراسه، يديروا دي فورماسيون يعني تكوين، ويكملوا الدراسات ديالهم يا جامعيه غير جامعيه، ويشتغل شي شغل مناسب المدخول ديالو كيفوت 50,000 دولار كاينين موجودين، ولكن خص يكون عندك مؤهلات. في كندا كيهضروا بالمؤهلات وبالشواهد، عندك كتقدر تربح من 50 حتى 200 300 ألف صاديبون على يعني العمل اللي غادي تقوم به. مهندس ولا طبيب محامي، ماشي هو موظف، ماشي هو بائع، ماشي هما كيقيسوا هنا درجات المهن والعمل ديالك والشواهد اللي كتحصل عليها. ما كنصحكمش تمشيو لهاد الطريق هذه، لان
هذه كتعيش في عتبات الفقر وما عندكش امكانيات، ما كتقدرش تسافر لبلادك كل سنه، ما تقدرش لان ما عندكش الفلوس، وكيبقاو مراقبينك. ان بالنسبه لهم انت كتاخد من عند الدوله، ما يمكنش لك تمشي سياحه تخسر 10000 اورو ولا 8000 اورو كل سنه، سماش با. يعني حياته دائما مراقب، دائما خصو يعطي للدوله ان راه ما عندوش ويعطيهم تبريرات. ما ننصحكمش بها، كنصحكم الله يخليكم تجيو اشتغلوا وعملوا باش تاخدوا عمل في المناسب ولائق ومشرف. لعجبكم هذا الفيديو ديروا دي لايك، بارتاجيو، الله يعاونكم.